هنكمل في الفيديو ده البنسلين ريزيستنس. احنا كنا قلنا ان المضادات الحيويه بتشتغل انها بتعمل كيلينج وانهبيت الجروث بتاع البكتيريا بكل سهوله، بس ده كان زمان. دلوقتي بقى في بجاحه وقله ادب، البكتيريا بقى عندها القدره انها تعمل مقاومه للمضاد الحيوي، بل احيانا بتستخدمه وتتغذى عليه. طيب احنا عندنا نوعين من الريزيستنس، في ناتشرال ريزيستنس، قال لك ديت في منها نوعين. قلنا اول حاجه احنا كنا قلنا ان البنسلين بيشتغل انه بيعمل انهبشن لترانس بيبتيديز انزيم في البيبتيدوغليكان سيلول للبكتيريا، فيبدا يكسر البكتيريا وتموت مني. طيب لو جبت البنسلين لبكتيريا فيها ليك بيبتيدوغليكان سيلول هيبقى تاثيره ضعيف عليها، فبكده طبيعيا البكتيريا الواحده عندها ليك بيبتيدوغليكان سيلول تاثير البنسلين هيكون قليل عليها، فبالتالي عندها مقاومه طبيعيه للمضاد الحيوي ده. امثله على كده المايكوبلازما. طيب او بكتيريا عندها غشاء او سيلول لا يسمح اصلا للادويه انها تعدي، فالدواء مش عارف يوصل التارجت بتاعه، فبرضه كده البكتيريا ديت عندها مقاومه طبيعيه للمضادات الحيويه. تاني نوع في المقاومه هو الاكوايرد ريزيستنس، ودي بيتم بالبلازميد ميدييتد بيتا لاكتاميز. طب ديت ايه اللي حصل؟ قال لك يا سيدي دلوقتي انا كان معايا بكتيريا بتتاثر عادي بالمضاد الحيوي، كتر الاستعمال الخاطئ ليه اكتسبها اديها جين بقت بتقاومه، فايه اللي بيحصل؟ بتروح لاخواتها البكتيريات وتقوم عاتيله بلازميد في جين المقاومه ده، تقوم يحصل مالتيبليكيشن، تقعد تتكاثر 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 بجين بتاعها، فتكون لي استرين جديده، سلاله كامله جديده عندها مقاومه من النوع ده. يبقى احنا كده خلصنا الناتشرال ريزيستنس والاكوايرد ريزيستنس. نيجي بقى نتكلم على البيتا لاكتاميز اكتيفيتي. احنا قلنا ان البيتا لاكتاميز بيشتغل انه بيعمل هيدروليز للبيتا لاكتام رينج الموجوده في المضاد الحيوي بتاعي، فيلوس الاكتيفيتي بتاعته. عشان كده يعتبر البيتا لاكتاميز انزيم من اكتر الاسباب اللي بينتج عنها مقاومه للمضادات الحيويه. طيب البيتا لاكتاميز انزيم ديت يا اما بتلاقيه بروديوسد باي البكتيريا الكروموسوم او اكوايرد باي الترانسفير اوف البلازميد. هنا الاول كانت البكتيريا طبيعي اصلا بتفرز البيتا لاكتاميز عادي، وفي بكتيريا اكتسبت الصفه ديت ببلازميد اتنقل لها وبدات هي كمان تفرز البيتا لاكتاميز انزيم. تاني حاجه ديكريز البريمابيليتي تو الدراج. ايه اللي حصل؟ قال لك الدواء مش قادر يخترق السيل ميمبرين عشان يوصل للتارجت بتاعه ويدي تاثير. ان ديكريز البنتريشن اوف الانتيبيوتيك ثرول اوتر سيل ميمبرين ويتش بريفنت الدراج فروم ريتشنج التارجت. الدواء مش قادر يوصل للتارجت بتاعه، فبالتالي هيخسر جزء من الاكتيفيتي بتاعه. طيب في هنا حاجة تانية هناخدها تبقى قدام برضه هتقابلنا في التتراسايكلين او البروتين سينسيز انهبيتورز. قال لك الافلاكس بامب. الافلاكس بامب قال لك ديت ايه؟ قال لك دي عبارة عن بروتينات، بروتينات وظيفتها انها تعمل ايه؟ انها بتكنس في الخلية، بتقوم جاية شايلة المواد السامة اللي مالهاش لازمة من جوه الخلية ترميها بره الخلية. وفي منها انواع، في بيكون سبيسيفيك يعني بيشتغل على نوع واحد بس، وفي منها بيشتغل على اكتر من نوع. من ضمن الحاجات اللي بيشتغل عليها المضادات الحيوية، فايه اللي بيحصل؟ يوم جاي المضاد الحيوي من جوه الخليه رامي بره، فبالتالي كميه المضاد الحيوي انت راسله ليه قلت، فبرضه تاثيره على البكتيريا هيقل. اخر حاجه وهي الالتردد بنسلين بايندنج بروتين. هنا حصل موديفيكيشن في البنسلين بايندنج بروتين، فايه اللي حصل؟ الافينيتي بتاع البيتا لاكتام انتيبيوتيك قلت، فتاثير الجرعه المعتاده بتاعتي ما بقتش بتدي نفس التاثير. فايه اللي مطلوب مني؟ المطلوب ان انا عايز ازود الجرعه يعني بطريقه خرافيه، حاجه انا مش قادر اطبقها في الطبيعه. يعني مثلا لو البكتيريا اللي معاك كانت بتموت بواحد، لا انا محتاج ازود احط مثلا 100 عشان يبدا ياثر على البكتيريا دي. فاصلا الانسان اللي معايا ده لو ما ماتش من البكتيريا اللي عنده ديت هيموت من الدواء اللي انا عاتهوله. وديت الحاجه اللي بتمثل الميرسا اللي هي العيله بتاعه الاستافيلوكوكس اوريوس اللي قدرت تعمل ريزيستنس للميسيسيلين. وبكده يعتبر خلصنا ريزيستنس بتاعه البنسلين. الفيديو الجاي ان شاء الله هنكمل الاستافيلوسبورين وبقيه العيله بتاعه البيتا لاكتام انتيبيوتيك.